شعبان سرقت ده. مش مهم، المهم ان انت كويسه. انت ليه رحت عند نبيله؟ يا ناجي بيه، يا ناجي بيه، وقف يا فندم، كلمتين معاك. مفيش كلام بيني وبينك. عيل وغلط، احنا ما الناس صالح يعني. ماكوش صالح كيف يعني؟ بعد ما مرمخت شرفنا في الطين. يا ناجي بيه، احنا طول عمرنا عايشين اهلي وحبايب، احنا ما لناش دعوه باللي عمله ملاك وابوه. السيئه بتعم. خليهم يسيبوا البلد، مالهمش عيش في وسطنا بعد ما داسوا على شرفنا. لا، كلهم لازم يدفعوا الثمن. البيوت كلها حريم. خلينا نطلعوا. خلاص تطلعوا، بس مكرم وبيته ولا ام ملاك ملهاش ذنب، لازم تطلع. ما هسيبش بيتي، هموت فيه. ويفيد بقى موتك بس يا ام ملاك، اسمع الكلام واخرجي معاهم. ما سيبكش وحدك. ما تخافيش، معايا ربنا. يلا، طول عمرك عاجله وبتسمع الكلام، هلمي معاكي حاجتك. يلا يا ام ملاك، يلا. قدم، ما تخافيش. ليه مصممة تلعب لعبة خطر مش بتاعتك؟ نبيلة بتلعب بيكي. مش ممكن أعمل حاجة ضدك، أنا خايفة عليك وعايزة أحميك. ومين قالك اللي أنا عايز حماية؟ طريقتك وتصرفاتك هم اللي قالولي. دنيتنا دي بيحكمها العقل والمصالح، مفيهاش أي مكان للخلوة. هو ده دليل القديم، وهي دي طريقته اللي كانت سبب في موت بنتي، خسرتني مراتي. انت اللي علمتني. وبعدين لو حصلت غلطه فاكيد ده غلطه في الحسابات مش اكتر. الموضوع اكبر من الحسابات، في مشيئه ربنا اللي فوق كل الحسابات. احنا مش انبياء ولا نعرف مشيئه ربنا فيها ايه لينا، عشان كده لازم نمشي بعقلنا. طمع في رحمه ربنا والعشم فيه لازم يجاب العقل. انت ليه مصر تضيع نفسك وتمشي ورا الوهم؟ كان قلبي مظلم زيك كده لغايه ما اتكسر، شفت وفهمت. المنطق ده في الكلام انا مش هعرف ارد عليه. عارف ليه؟ عشان مالوش رد. ربنا يهديكي.